إذن مشاهدي متسبقا شفت في مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا كنتواجدوا بشارع عبد القادر الصحراوي بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء. بالطبع واحد الحادثة سير خطيرة اللي وقعت قبل قليل في هذا الشارع من بعد ما صدمات واحد السيارة سائق ديال الدراجة النارية. كتشوفوا الدراجة النارية وقع على الأرض و شبان كيحاولوا انهم يحرقوا الدماء ديال هاد الحادثة ديال الضحية ديال هاد الحادثة اللي تم نقله على وجه السرعة من طرف عناصر الوقاية المدنية عبر سيارة الإسعاف بالطبع التابعة لجهاز الوقاية المدنية إلى المستشفى. حادثة السير اللي خلفت إصابة ديال هاد السائق، إصابة حسب معلومة قناة شوف تي في بأنها إصابة جد خطيرة. نتمنوا له الشفاء في أقرب وقت ممكن. هذا الشارع معروف بأنه كيقعوا فيه حوادث مماثلة، أن أشخاص كيكونوا على متن سيارات كيقوموا كما كتشوف كيوقعوا في حوادث السير وكيلوضوا بالفرار، يعني ما كيوقفوش. علاش؟ لان الشارع ما فيهش كاميرات وكيكونوا الناس قاطعين على رجليهم حتى كتوقع الحادثه. السائق كيشوف بان ما كاين حتى شي حد كيحاول انه يفر من مكان الحادث، وهذا موقع في هذا الاثناء. ولكن اكيد المصالح الامنيه بمنطقه مولاي رشيد غادي تفتح تحقيق وغادي توصل للسائق ديال السياره اللي صدمات هذا السائق ديال الدراجة النارية اللي كتشوفوه هو مغمى على الأرض وشبان ديال الحي كيحاولوا أنهم شعلوا العافية باش يحرقوا الدم ديال الشخص المصاب. نتمنوا ما تكونش الإصابة ديالو مميتة ونتمنوا له الشفاء في قرب وقت ممكن. وأكيد غادي نوفيكم بالجديد ديالو. غادي نمشيو صوفيا واش مات، مازال أختي ما عرفناش واش مات ولا لا. غادي نمشيو للسبيطار ديال سيدي عثمان، هو اقرب مستشفى اللي اكيد غادي يكون نقلوا له هذا الشخص. غادي نسولو وغادي نقول لكم ما الجديد في هذه الحادثه ديال السير. اذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. بعد قليل غادي نقول لكم الحاله الصحيه ديال هذا الشخص كيفاش دايره. بقاو معنا. واش ولد لالا مريم؟ الله اعلم، ما عرفش فين كيسكن. انما ملي غنمشي للمستشفى اكيد غادي ناخذ المعطيات كامله وغادي نوفيكم بها في مباشر اخر بعد قليل. اذا الى ذلك الحين استودعكم الله مشاهدينا الكرام، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.